مرتبك بيخلص يوم كام في الشهر؟ يوم كام في الشهر؟ يعني ممكن يوم 17 يوم 15. بيقضيك؟ اكيد طبعا. لا الحياه ده الواحد بقى مين بيدي ايديه دلوقتي، الواحد بيقول بس حسب الله ونعم الوكيل. بصي، المرتب سواء كتير او قليل بيخلص على الالتزامات اللي موجوده في للواحد. يعني انا عن نفسي مرتبي بيخلص اول ما بقبض. مرتب بابا والله ما بيكفيش، هو بيجي على وبيقبض يوم الخميس، بس هو عشان يعني ارزاقي وكده فكل اسبوع بيقبض، هو يا دوبك 4 ايام وبتلاقي بح. يعني لولا ان مامتي عمليه وبتشتغل وكده مش بتقعد في البيت، فهي بقى اللي ماشيه البيت وكده الحمد لله. يعني 16 17. بتقبض يوم كام؟ ها؟ بتقبض يوم كام؟ يوم 26. اساسا ما بيلحقش اقبضه، بيبقى خلصان قبل ما اقبضه. انا مدرس بقالي 25 سنه، مرتبي ما وصلش ل 2000 جنيه لغايه دلوقتي، وبقى لنا 3 سنين المرتبات بتنقص ما بتزيدش. من بعد 30/6 المرتبات بتنقص ما بتزيدش. انا بقبض يوم واحد بيخلص يوم واحد قبل ما اخش البيت. تهرجي والله العظيم، زي ما بقول لك كده ما بروحش معايا البيت. انا اصلا ما فيش غريب بيخش بيتنا اصلا، وده اعتبر غريب بالنسبه لي.